هذا ضمن سعي من نيل كافة حقوقهم الإنسانية الطبيعية التي يمنعها عنهم السجان الإسرائيلي. ندعو سناء سلام دقة زوجة أسير وليد دقة لكلمة تحدثنا فيها عن الإضراب الذي يخوضه زوجها مع رفاقه في القسر. בשנה זו, הטקס מציעים על זכר הנכבה חופף עם שביתת הרעב של אסירינו האמיצים בבתי הכלא הישראלים. מאבקם בא בכדי להשיג את כלל זכויותיהם הטבעיות והאנושיות שנמנעו מהם עד כה על ידי הסוהר הישראלי בחסות שירות בתי הסוהר. אנחנו מזמינים את סנה סלמי דקה, אשתו של האסיר ווליד דקה, בכדי לשתף איתנו את סיפורו של בעלה במאבק בשביתה יחד עם חבריו במאסר. In this year, the Nakba correlates with our brave prisoners' hunger strike in the Israeli prisoners. Their struggle comes within an effort to obtain all their natural and human rights. That's where prevented by the Israeli jailer. We are honored to invite Sana Salami Daka, the wife of Walid Daka, one of the prisoners who is participating in the hunger strike alongside his film. على إصراركم على التمسك بحقوقكم وبانتمائكم وبفلسطينيتكم. يعني أنا ممكن أروح عند وليد على الزيارة القادمة وأحكي له إنه يا وليد أنتوا كأسرى صنعتم القضية والشهداء أيضا صنعوا القضية وأن هناك طلبة رائعين شباب وصبايا يكملون رسالتكم ويكملون حمل القضية. الحركة الأسيرة إخواني عرفت ما لا يقل عن 16 إضرابا مفتوحا عن الطعام على مدار تاريخها منذ تشكلها. الحركة الأسيرة تشكلت تقريبا في أوائل الستينات. أول إضراب عن الطعام كان بسجن كفاريونا، وثاني إضراب عن الطعام كان بسجن نفحة سقط فيه 3 شهداء، راسم حلاوة وعلي الجعفري وإسحاق مراغة. راسم حلاوة لم يسقط نتيجة الامتناع عن الطعام، وإنما سقط خلال التغذية القسرية. كانوا يحاولوا يطعموا بالقوة والطعام فات للرئات واستشهد. الحركة الأسيرة لا يوجد شيء عند الأسرى اليوم حصلوا عليه كمنا وكإحسان من إدارة السجون. كل شيء كل شيء حصلوا عليه بالإضرابات أداء أنا أتحدث عن أشياء أساسية مثل الملاعب.